أرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحدث وقائع معركة أين الله الجزء 78، وعنوان حلقتنا الله ورسوله سبب الفتنة بين المسلمين. وفي حلقة النهاردة هنبتدي الحلقة بمجلة الأزهر ونشوف مع بعض على الشاشة، والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. الوهابية بيعتبروا تنزيه الله عن النقائص والتجسيم والتشبيه نفاق وكذب وتلاعب بالدين، ونشوف مع بعض الشيخ عبد الرحمن الحجي هيقول لنا الكلام ده في الفيديو اللي جاي. وإشعرية طائفة ضالة منافقة مموهة يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم أخبث منهم في الباطن كما قال السجزي رحمه الله، والطائفة هذه مشهورة بالتمويه والكذب والتلاعب بالدين ورقة الدين. الشيخ عبد الرحمن الحجي بيقول إن الأشعرية طائفة ضالة ومنافقة يتظاهرون برد على المعتزلة وهم أخبث منهم ومشهورين بالتمويه والكذب والتلاعب بالدين ورقة الدين. يعني غلاة الحنبلة الوهابية مش بيكفروا اللي بينزه الله عن التجسيم والتشبيه وبس، لا، دول بيرفضوا أي تنزيه لله. ونشوف رد الشيخ الأشعري عبد القادر الحسين في الفيديو اللي جاي. وأن الله تعالى عن الحدود والغايات لا تحويه الجهات كسائر المبتدعات، اتفق أهل السنة على هذا. الوهابية يرفضون ذلك ويردون على الإمام الطحاوي حينما يقول تعالى عن الحدود والغايات وهو يذكر إجماع أهل السنة والجماعة. إذن الوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة في صفات الباري سبحانه وتعالى. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الأشعري عبد القادر الحسين وهو بيفتح عقيدة غلاة الحنبلة الوهابية أكتر وأكتر، وبيقول إن الوهابية بسبب إنهم مجسمة وبيقولوا إن الله جسم كالأجسام، وبسبب العقيدة دي أجمع أهل السنة والجماعة، وطبعاً هم قصده هنا بأهل السنة الأشعرة، على تكفير غلاة الحنبلة الوهابية. وبدل ما ينصع الوهابية للحق ويعلنوا ثبوتهم ويرجعوا إلى الجماعة، نتفاجئ بيهم اللي هم يعني غلاة الحنبلة الوهابية بيتمادوا أكتر في كفرهم وغيهم وعنتهم. وطبعاً كل ده بسبب إنهم بيجسموا الله، وطبعاً طالما إن غلاة الحنبلة الوهابية بيجسموا الله فأكيد هيكون الله محدود. ونشوف مع بعض الشيخ ابن عثيمين وهو هيقول هل الله محدود ولا إيه في الفيديو اللي جاي. أما كلمة محدود فإنها كلمة كالجسم لم ترد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لا نفيا ولا إثباتا. وردت عن بعض الأئمة بالإنكار وعن بعض الأئمة بالإقرار، يعني أن بعض الأئمة قالوا إن الله محدود أو له حد، وبعضهم أنكر ذلك. والحقيقة أن الخلاف لفظي عند التحقيق. وزي ما شفت حضراتكم الوهابي ابن عثيمين وهو بيقول إن أئمة المسلمين أجمع إن الله محدود، والإجماع ده أغرب إجماع في العالم، لأن ابن عثيمين بيقول إيه؟ بيقول صحيح إن في أئمة للمسلمين أقروا إن الله محدود أو ليه حد، وفي أئمة برضو أنكروا إن الله محدود أو ليه حد. بس سبحان الله، ده مش اختلاف ولا حاجة يا جماعة، لا أبدا، ده إجماع يا جماعة، هم متفقين، بس الخلاف اللي بينهم خلاف إيه؟ خلاف لفظي. يعني اللي يقول إن الله محدود أو ليه حد ده زي بالضبط كلام اللي يقول إن الله مش محدود وملوش حد، اللي يقول أيوة كلامه نفس اللي يقول لأ. بس الموضوع محتاج تحقيق لأن الخلاف لفظي، فأكيد اللي بيقول آه لفظه بيختلف عن كلام اللي بيقول لأ، لكن عند التحقيق نكتشف سبحان الله كده إن كلامهم واحد، وهو إن الله محدود أو إن دي حد. الشيخ ابن عثيمين بيأكد إن ده إجماع معتبر عند أئمة المسلمين، وزي ما بيقول الشيخ الوهابي إن الله محدود ولي حد. وطبعاً كل الكلام اللي قاله الشيخ الوهابي الشيخ ابن عثيمين، أقصد يعني اللي قاله بالإثبات إن الله ليه جسم لا كالأجسام، وبنفس المقياس الله محدود برضو بحد ليس كالحد الذي يحيط بالمخلوقين، الشيخ الدكتور الأشعري عبد القادر الحسين بين الإجماع أهل السنة على نفيه، يعني بينفوا إن الله في الأصل جسم، مش زي ما بيتفلسف الوهابي الشيخ ابن عثيمين ويقول الله جسم لا كالأجسام. وبرضو الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين بين الإجماع أهل السنة اللي هم من وجهة نظر الأشعرة، يعني هم دول أهل السنة، على أن الله تعالى عن الحدود والغايات.
والحدود معناها يعني مفيش حاجة من خارج ذات الله بتحد الله، والغايات معناها يعني ذات الله ملهاش نهاية. ونعيد كلام الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. وأن الله تعالى عن الحدود والغايات لا تحويه الجهات كسائر المبتدعات. اتفق أهل السنة على هذا؟ الوهابية يرفضون ذلك ويردون على الإمام الطحاوي حينما يقول تعالى عن الحدود والغايات وهو يذكر إجماع أهل السنة والجماعة. إذن الوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة في صفات الباري سبحانه وتعالى. وزي ما شفت الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بينقل إجماع أهل السنة اللي هم الأشاعرة على أن الله ليس جسما محدودا ولا غاية ولا نهاية لذاته، وكل ده بيرفضه غلاة الحنابلة الوهابية الخارجين عن عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات البارئ سبحانه وتعالى. ودلوقتي أعزائي المشاهدين هنشوف مع حضراتكم نفس الفيديو اللي شفناه قبل كده للوهابي ابن عثيمين، وهنشوف إزاي الوهابية بيفهموا إن الله جسم لك الأجسام، وإزاي بيشرحوا المعنى اللي عاوزينه يوصل لغلاة أو يوصل لعوام الوهابية، ونشوف ردود أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة على أكاذيب وافتراءات الحنابلة الوهابية، وشوفوا معي. فما هو الجواب على ذلك؟ الآن كنا لازم أن يكون جسما وأن يكون محدودا. نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الوهابي ابن عثيمين وهو بيقول لا ما تفهمنيش غلط، انا مش بقول ان الله جسم، ده الله بيقول كلام احنا نفهم منه ان الله جسم. الله هو اللي بيتلاعب بالكلام وهو مش عاوز يقول نص محكم. فاكرين الحلقات اللي اتكلمنا فيها وكشفنا الشيخ الأثر الدكتور أحمد طيب إزاي كان بيقول إن سؤال أين الله كان سبب الفتنة بين المسلمين؟ شوفوا معايا الفيديو ونفتكر مع بعض. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل، لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك أنت بالضبط كما يعني تريد أن تدخل المحيط في كأس من الكأس شاي. لا يمكن، لا يمكن ومستحيل، هو هكذا، هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. الرسول لما سأل الجارية أين الله عمل فتنة بين المسلمين، لأن السؤال ده فوق مستوى عقل الجارية وفوق مستوى العقل أصلا، وإن الرسول بيسأل أسئلة مش منطقية. فطالما سؤال الرسول مش منطقي ومش في محله وعمل فتنة بسؤاله ده، يبقى الرسول هو سبب الفتنة بين مين؟ بين المسلمين. وأنا شرحت الكلام ده بالتفصيل، واللي حابب يرجع للحلقات اللي شرحت فيها كلام شيخ الأثر الدكتور أحمد الطيب يرجع ويشوف، ولاحظوا إن كلام شيخ الأثر الدكتور أحمد الطيب عن إيه، شوفوا معايا الفيديو. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل، لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك. كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن ذات الله، وإزاي إن الرسول مش عارف يتكلم عن ذات الله عشان كده عمل فتنة بين المسلمين. ودلوقتي أروح مع حضراتكم لكلام الشيخ الوهابي ابن عثيمين وهو بيتكلم عن نفس النقطة عن ذات الله، وشوف مع بعض. فما هو الجواب على ذلك؟ الآن كنا لازم أن يكون جسما وأن يكون محدودا. نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين. شفت الوهابي الشيخ ابن عثيمين وهو بيقول إحنا فهمنا من كلام الله إنه جسم، يعني الله مجسم، الله مجسم، الله مجسم لأنه جسم نفسه، أو لأنه بيقول كلام مش مفهوم، أو بيقول كلامه عكسه. الوهابي بيفهم من كلام الله إنه جسم زي ما بيقول الوهابي ابن عثيمين، وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي. نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك، يعني فعلا تشابهت قلوبهم زي ما بيقول القرآن. الشيخ الأثر اللي بيقول إن سبب الفتنة هو سؤال رسول الإسلام للجارية أين الله، والوهابي ابن عثيمين اللي بيقول الله بيقول كلام إحنا كوهابية بنفهم منه إن الله جسم، يعني من الآخر الله بيجسم نفسه حسب عقيدة غلاة الحنابلة الوهابية. وبجد أنا بعلن إن يعني قدامكم وأمام كل المشاهدين إعجابي بالطريقة اللي بيتملص منها الوهابية
وإزاي دايماً عندهم ردود جاهزة أي اعتراض على عقائدهم الفاسدة. وهناخد مثلاً كلام الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي قبلنا. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى منزه عن التجسيم والتبعيض والتجزيء، ومن قال جسم لاك الأجسام فقد كفر. قلاة الحنابلة الوهابية هيقولوا بكل بساطة احنا مش بنقول ان الله جسم، ده الله بنفسه قال كلام فهمنا منه انه جسم. لا والله مش عاوزنا نفهم من كلامه ان جسم كان يقول انا مش جسم، او في حد جسم الله، يبقى الله نفسه يعني الله جسم نفسه، مش احنا اللي كفرنا. لو في حد كفر هنا يبقى الله هو اللي كفر. لكن وانا بجهز الحلقات دي برغم اني متفاجئة من النتيجة الطبيعية لكلام غلاة الحنابلة الوهابية عن ذات الله، وان الله جسم لك الاجسام، وان الله هو اللي جسم نفسه، لان الوهابية فهموا من كلام الله اللي ليه اكتر من معنى ان الله جسم. كل الكلام اللي أنا شرحته في الحلقات اللي فاتت خطر على بالي سؤال، وأنا عاوزة أي مسلم يسمع السؤال ده ويفكر فيه ويحاول إنه يشاركني في الحلقات الجاية عشان نعرف جواب السؤال ده. السؤال بكل بساطة، طالما إن الله قال عن نفسه إنه جسم بين قوسين ليس كالأجسام زي ما بيقول غلاة الحنابلة الوهابية، هل هذا الجسم له مشاعر ليس كمشاعر المخلوقين؟ هل هذا الجسم ليه إحساس ليس كإحساس المخلوقين؟ وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نعرف رد السؤال ده، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.